السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا مزيان؟ جمعه مباركه ويدخلها عليكم بالصحيحه والهنا ومبروك علينا هذا الشتيوة. الحمد لله على خير الله. كما كتشوفوا بناتي اليوم كالعاده الجمعه مشيت لبيم غنشارك معكم البنات الحويجات اللي كاينين جداد هاد العروض ديال الجمعه. كاينين البنات هاد البوديات راهم زوينين، كاينين في الكري مقطنين ديال التحت، كاينين في الكري، كاينين في السومو، وكاينين في البيض. كاينين البنات هاد الكولونات كتلبسيهم من التحت حتى هما راهم زوينين، دايره 40 درهم هاد الكولونات. جابوا البنات هاد التقيشرات ديال الصغار وديال الكبار، فيهم ديال الدراري فيهم ديال البنات، قيشرات زوينين. دايرين البنات 8 ديال الدراهم القاشر. هانتوما البنات هاد البوديات، هاد راه في البيض، كاين اللي الكول ديالو داير، كاين اللي بالصديفة. جابوا البنات هاد الكويسات ديال المناضة أولا ديال عصير. جابوا هاد الماطلات، هاد الماطلات البنات هاد الثمن ديالهم، هاد الماطلات البنات راه هزو منهم الناس، راهم زوينين كيجيبوهم جوج مرات في العام، ماركة مزيانة. هاد السلوم البنات راه كان عندهم من شحال هادي، راه نقصو منو في الثمن، دايرين له 199 درهم و200 درهم، راه زوين بصراحة. هاد السلوم البنات راه كينفع في الكوزينة بزاف، ممكن ينفع لأي حاجة. وجابو هاد الصابوات، هاد الصابوات بصراحة عليهم أنا مشيت، راه عندي واحد من العام اللي فات كنت خديته في الأزرق، ايوا دابا ملي شفتهم كاينين وانا رجعت خديت ليا وخديت لجاراتي. انتما البنات هاد الصابوات دايرين 800 درهم 40 درهم بصراحه البنات هاد الصابوات زوينين. وكاين هاد البلاطوات راه كانوا عندهم من شحال هادي، راه ناقصين منهم الثمن. هادو سميتهم ديال الفران، كتدخليهم للفران طاوات ثلاثه، كاينه الكبيره وكاينه الصغيره وكاينه المتوسطه. كاينين هادو البنات ديال اينوكس كتعجني فيها، وهذا مشيت البنات على هذا ديال اليدين، راه مره كناخذ ديال الخزامه، مره كناخذ هذا ديال الزيتون، راه فيه ريحه زوينه. خديت واحد بصراحه رابين فيه منتوجات زوينه. جابوا البنات هاد التيد، هاد ابي سي راه كناخذو ديما من عندهم، كاين ديال 3 كيلو وكاين ديال 9 الكيلو، راه كيجي كيطيرو بيه. خديت ديال 9 الكيلو وما ديتش معايا فاش نجيبها، خلصتها وخليتها عندهم حتى غنسالي وغنمشي ليها. هاد المره جابوا حتى بنكهه الحامض، كانوا كيجيبوا غير ديال الخزامه، دابا جابوا حتى ديال الحامض. انا مولفه ديال الخزامه، خديت ديال الخزامه، خديت ديال 9 الكيلو. هي هادي البنات صراحه راها كتدي. خديت البنات هذا الروز، هذا الروز الابيض داير كيلو ب 14 درهم صراحه. هذا الروز البنات زوين، تقد انا كنديرو بحال كسكسو. دابا نشارككم معكم ان شاء الله شي نهار، درتو اليوم نيت للغدا وكنت مزروبه ما صورتش. ديريه كسكسو، ديريه بلاصوص، ديريه بالحليب للوليدات. وبقاو عندهم البنات هاد البلاطوات ديال السيمانه اللي فاتت، غنقصو منهم الثمن، داروا لهم 19 درهم. هاد المقير جات ونقصو البنات، وجابوا هاد المنظمات ديال الثلاجه حتى هما باقي عندهم. وهاد الطويسات البنات راه نقصو منهم، هانتوما كانوا 19 درهم داروا لهم 11 درهم. هادي شبيكه بالبانيو ديالها كتسقطري فيها كخضيره ولا خص ولا نعناع ولا اي حاجه. وهاد البنطوفات، هاد البنطوفات ديال الدار، وهادو فوطات. جابوا البنات هاد الشوشوارات، جابوا هاد المخدات والكوفرليات، هادو كاسك ديال الدراري. هادي البنات راه جاجه ديال المرايه ديال الطوموبيل. جابوا البنات هاد المشيطات، راه هزو منهم البنات بزاف هاد المشيطه بالضو، راه زوينه.
المشيطه حتى هي البنات راه عندهم هذيك في شكل وهذه في شكل، هذه بحال الشكل ديال بلاكو مشطه. جابوا هاد السوبيره راه كبيره البنات وثقيله. جابوا هذه جاجه ديال التليفون ديال البورطابل. فاش لبست هذه جابوا البنات هاد ماكينه ديال الخياطه. صراحه اليوم جابوا حويجات زوينين، هي معوضنا كل جمعه كيجيبوا لينا الجديد. انا خديت البنات جوج ديال الصابوات، خديت البيض ليا وخديت جوج زرق لجارتي وصاتني قالت لي كتمشي جيبي ليا معاك. وهذا الشيء البنات اللي بقى من كيبقى ليهم من كل سيمانه كتبقى شي حاجه، حتى مره كينقصوا. ثم البنات نشارك معكم الحويجات اللي شريت. خديت البنات هذا الروز، هذا الروز البنات راه زوين كيجي صفا، ديروه بالحليب ديروه بلاصوص كيجي البنات واعر. هذا الروز انا خديته اليوم غادي ندير كسكسو بالروز. خديت هذا الصابو عندي زرق البنات من العام اللي فات، وخديت دابا واحد بيض، وخديت لجارتي جوج وصاتني عليهم قالت لي كتمشي جيبي ليا معاك، وفرحات بهم شحال دعات معايا. وخديت البنات هذا ديال اليدين، بصراحه جابوا حويجات زوينين ولكن جات مع اخر الشهر. هادشي اللي خديت، وهذا هما الحويجات البنات اللي خديت. وكالعاده لعجبكم البنات الفيديو ما تنساونيش من ابوني ومن لايك، تخليوا لي التعاليق الزوينين ديالكم. يلا البنات بالسلامه عليكم.